مقصر. لا يا عم ما تقدرش يا عم. عم ايه ده بيقارن نفسه بعمرو دياب؟ مين عمرو دياب ده؟ من عمرو دياب؟ اه ده انت كده تعبان في دماغك. ده انت كده ما بتسمعش يا عم، شويه متسولين يا عم. متسولين يا عم، اسمع اللي انا بقول لك عليه. ده منهم عشان هم احسن مني. لا ما حد يا عم احسن مني ايه؟ ده واحد تاجر مخدرات والتاني بيقول لك اشتغلنا بالله وانا مش بس نجوم يا عم. نجوم ايه بس يا عم؟ والله نجوم يا عم. مش الكلام عارف ان انت مخدر. والله ما في الكلام ده. لا في يا عم، ده شويه شمع مين يا عم؟ انت بتديها نور يا عم. اسمع اللي انا بقول لك عليه. شويه شمع مين بس اللي انا بقول لك عليه يا جدع؟ اسمع والله انت ما فاهم حاجه. اسمع طب يا عم، سمعني حاجه الحمد لله. لا مش عارف في مجد شطه. بقول لك مجد شطه مين؟ طب سمعني حاجه مجد شطه اللي انت بتتكلم عليه ده. بس يا عم كان بتاع مجد شطه يا ليل يا فبتقول عليك شمامين مين؟ بقول لك بسمع عمرو دياب دول بقعد مع الشمامين. يا عم عمرو دياب مين بس يا عم؟ يعني انت وكيل جراف مجد شطه وحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله كان هنا معانا. يا عم ياسين مفيش كلمه كده ولا ايه؟ موجوده يا جميل. ليه يا معلم؟ انت حاجه محتاجه حلوه بتاعتك. اهو مستنيين بس المطرب يجي يقفشنا كده في الطريق. يا عم تتحل ان شاء الله، بس نحضر بس تجهيزاتك وان شاء الله ربنا يكرمك. في عندي حاجه لذيذه كده انا شايفها شويه يعني تمشي مع الاتنين بدل اليومين دول. بس اهم حاجه ما تقلقش. لا مفيش يأس والله، عامل حاجه جميله جدا ولذيذه اسمها معقوله اكون نسيت ده الحبيب ليا، معقوله اكون نسيت ده الناس عليا، معقولة أكون نسيت حبيبي ونور عينيا، أنا أنسى الناس أنسى الدنيا ما أنساش حبيبي ولو لثانية، حبيبي معايا في كل الدنيا ده أنا روحي فيه، ده أنا صعب أنساه ده أنا مستنيه وفي قلبي مكان وباقي عليه، يا أغلى مكان يا أغلى ملاك بحب عينيك والعمر فيه ما أقدر أنساك، أحسسها شوية كده تمشي معاك. تمشي أه جميلة معاك. مع المطربين الجداد يعني. أيوة بس يا رب يجينا نصيب فيها. هيجي أيوة باذن الله. طب ما اللي له نصيب اليومين دول لاغاني الشعب بس انا ماليش في الكلام في كتابه الشعب خالص. لا معلش انا مش شغال خالص خالص. كلامك جميل. ان شاء الله هتطلع في 2020 كده. لا والله عملت حاجه شعبي بس مش واقعه. بقول لك ايه يا توني، خدت بالك من الكلمات دي؟ اه خدت بالي عجبتني فعلا. يعني ولا مالت شطه بقى لحمو بيك؟ لا يا عم كلمات حلوه. هو ده الطرب الجميل. اه حاجه جميله. ما تيجي نقوم نتعرف عليه. يلا بينا. السلام عليكم. في الزي يا دنيا تعذبني.
حاجه طافيه في بلد في جنبه شريف كده يلا تمام كده بالظبط 10 دقايق وهيكون عندك. يلا سلام.